شكرا سي الوزير. فعلا كيف جاء في الجواب ديالكم، هذه الاستراتيجيه الصناعيه الوطنيه كانت استجابه بطبيعه الحال للتوجيهات والاولويات التي حددتها الرساله الملكيه الموجهه للمشاركين في اليوم الوطني للصناعه اللي 29 مارس 2023. وفي تقديرنا كفريق فان من اهداف هذه الاستراتيجيه اولا تطوير القطاع الصناعي المغربي، جوج تعزيز القيمه الوطنيه المضافه لقطاع الصناعه، ثلاثه تحويل المغرب الى مركز اقليمي وعالمي لصناعه المستقبل، اربعه دعم الاقبال المحلي على الصناعات المغربيه وتعزيز الصادرات المغربيه الى الاسواق العالميه، خامسا استحداث فرص عمل جديده ونوعيه في القطاع الصناعي. ويبدو السيد الوزير المحترم اننا في حاجه ماسه لتسريع هذه الاستراتيجيه لكي تعطي ثمارها، فباستثناء التسريع الصناعي في مجالات الطيران والسيارات والفوسفات فلا زالت صناعتنا دون الانتظارات المطلوبه، لا سيما في مجال صناعه المستقبل التي شدد عليها جلاله الملك في مجال الهيدروجين الاخضر والصناعات الكيماويه والطاقه المتجدده، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من اجل تاهيل وعصرنه القطاع في ضوء المؤهلات العامه التي اصبح شكرا.